سيداتي سادتي مرحبا بكم، أسعد الله نهاركم أينما كنتم. احنا اليوم في كوتي رباط، فما اون ريزيدانس تري بارتيكولير مزيانة برشا، فيها الفيلا هذه معروضة للبيع، فيلا مودرن حديثة البناء، دونك وفيها كل متطلبات العيش، معناها دار خارقة العادة ممتازة، فيها دي زيسباس اكستيريور خارقين العادة. دونك نوتامون نبداو بالباركينغ دو فواتور، دونك تشوفوا فما اونتري برينسيبال بالنسبة للكراهب، هذيك لك لونتري، دونك فما بورت كوليسونت، وتشوفوا لي مارش هذوما لي دال هذوما المحطوطين، دونك هذوما يهزوا اونفيرون ثلاثة كراهب كبار. دونك اون كونتينيو نلقاو جوست اون فاس فما une pièce dans une chambre de bonne ou à l'intérieur, une pièce fait avec une kitchenette, fait tout ce qu'il faut. Ensuite, femme jeune montée pour le gazon, ou au fond femme un barbecue montée, donc près de la piscine. Tu vois, jeune femme ajar zitoun كبيرة ياسر, donc c'est un arbre séculaire, كبير عمره فوق 100 سنة. دونك وعاتي رونق كبير للجنينة وللبيسين. دونك تري بيان ديكوري، فما دي بلون ديكوراتيف الانتور حلوة الدار، والحيوت الدايرين بها عالين شوية، دونك ما فماش فيزافي بكل، دونك نجم نحطو لي ترونزاد ونقعدو هنا ونتفرهدو على البيسين ونتمتعو بالطقس الباهي، دونك والظل تحت الأشجار هذيا. دونك هذايا الباربكيو، تشوفو باربكيو جاي أو فون مريقل خارق العادة، نجمو اتيليزابل، دونك فونكسيونيل تو سويت. وكيف ندورو من الجهة الأخرى، نلقاو بيسين كبيرة واسعة، هذا اللوكال تكنيك، شغل فيو من الصالة على البيسين ممتازة. وعشرة متر مربع، دونك مساحة كبيرة، وتاخذ جنينة جزء كبير منها، والكوفير فما دون لي 300 متر كاري، دون لي 300 متر كاري، بين لوطة والفوق، لوطة نلقاو صالون كبير واسع، نلقاو كوجينة، صال دو، والفوق نلقاو 3 شومبر دون اون سويت، دونك اون غروند سويت بارونتال، فيها بلكونة كبيرة، و تري بيان ايري، دونك كيما تشوفوا في الشبابك موجودين بارتو، فما شبابك كبار وفما شبابك صغار، دونك سا بيرمي دافوار لا لوميير بالكدا توت لون دو لا جورني. دونك الكوتي هذايا كوتي است، تدخل الشمس دو سو كوتي لا الصباح، وكيف الدور شويه تدخل في الكوتي هذايا، دونك فان دو لا ماتيني و دوبي دو لابريميدي. Donc voilà, c'est l'autre côté de la villa. Sauf côté il y a beaucoup d'espace, donc خارق العادة, donc full gazon, et il y a مظهر جميل ياسر في الفصاد نتاع الدار. Donc هذه هي l'entrée principale. شوفوا كل باب مزيان برشا حلو. Donc c'est du bois noble. ندخلوا ديريكتومون نلقاو رواحنا في الصالة. دونك ريفيتمون تاع الصالة كله مارفل ايطاليان، و او فون كيما تشوفوا فما شيميني فونكسيونيل، شوفوا الشيميني مزيان برشا، نوتامون افيك لي بيير ديكوراتيف نتاعو، دونك يعطيوها ان لوك تري سومبر، دونك يمشي برشا مع الفو نتاعو في الشتاء نوتامون. شوفوا البيفيتري قداش كبير، دونك يدخل برشا شمس ويعطي ان فيو توتال على الجاردان وعلى البيسين. دونك صالة واسعة تري كونفورتابل وفيها طاولة، دونك سي ان كوان روبا، دونك نجمو نستعملوها تيليفزيون اكوي ونستعملوها فور سالا بروجي. دونك جوست نقدمو شوية، أو فون على اليمين نلقاو لا سال دو
تاع اللوطة دونك صال دو كيما تشوفوا فيها مزيانة فيها فايونس تراديسيونيل مونتازا دونك تيبيك دو لا زون فوالا شبكة واسعة زادة دونك فور لايراسيون وهذه هي كوزينة كيما تشوفوا كوزينة معناها مودرن حلوة وفيها برشا لوميير تدخل لها تخي بيان ايغي دونك خارقة العادة وفيها اون بارتي نجمو نستعملوها كيما تشوفوا بوغ ان دوجيني ولا باش ناكلو فيها كي نحبو دونك فوالا شوفوا كوزينة دونك سوفيزونت مودرن خارقة العادة فيها les éléments terre faire une route faire tout ce qu'il faut ou voilà kif kif donc revêtement terre de marbre la climatisation fait les différentes pièces que j'ai besoin de faire climatisation ou le venir sur le chauffage donc le chauffage j'ai l'autre donc chauffé notamment dans le red jardin ou le premier étage pour le chauffer. Donc, en ce qui concerne le jardin, donc on a pas les trois pièces, donc trois chambres à coucher, donc une suite. Je vois que Drouge Wessaïn, Mertahin, pour le marbre italien. Donc, après l'âge, on fait la luminosité, on fait Drouge, on a talahin, donc on va se faire le péché de l'eau, chance. Donc, on a pas le on a pas une genre de voûte semi-circulaire. Donc, on a deux pièces avec une salle de bain collectif. Il y a une salle de bain réservée aux deux pièces à Doma. Il y a la première chambre, chambre sortie. وعلى شباك قبلي دونك تدخل لها الشمس بكدا بكدا اون شومبر موين ماهيش كبيرة برشا ماهيش صغيرة سوفيزونت وفيها دريسين حلو ياسر كيما تشوفوا فيها كليماتيزاسيون وفيها ستاف سامبل اي مودرن دونك بورت فينيتر تحل على البلكونة بلكونة كولكتيف بين البيت هذي والبيت الأخرى Donc, il y a la deuxième pièce, une pièce moyenne, mais je peux voir mais il y a un dressing qui me trouve en face. On fait un porte-fenêtre, il y a un balcon, il y a un chauffeur à tout. Donc voilà, il y a la dernière pièce, donc c'est une grande pièce. Bien entendu, il y a la chambre principale, il s'agit d'une suite parentale. Donc là, on a pas à notre gauche salle d'eau douche. Ouais, ça, kbira, très bien aéré. شوفوا السوبرفيسي تاعها كبيرة واسعة برشا دونك فيها دريسينغ كبير زادا والبيت هذيا دونك
فيها توش تراديسيونيل كل فوق السقف تشوفوا في الفوت نتاعهم مسجلين فوت سيمي سيركولير وفيها بايكونة كبيرة طل على الجنينة وعلى البيسين. Donc l'environnement extérieur خارق العاده donc فما des villas قراب وفما beaucoup de verdure beaucoup de d'arbres donc خارق العاده très paisible place très paisible où فيها برشا oxygène très reposante خارق العاده تعجب donc on est très proche de la route principale donc à 3-4 minutes نبداو في الطريق الرئيسي قراب toute variété de commerce. Donc oui, si tratta di una bella villa recente, moderna, simpatica, costruita su 510 metri quadrati e il coperto è costruito 300 metri quadrati. Si tratta di una villa con salotto, cucina, bagno nel piano terra e tre camere da letto nel primo piano. Villa con piscina e il prezzo richiesto 880.000 dinari. سعر المطلوب للفيلا هذه 880 ألف دينار ولهذا كلمونا على 2710 310. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.